السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. بعد الإعلان على قائمة الحكام العرب، يعني نقولوا باللي حكام يعني في تونس وقيلة الدوزوز يعني تاع قاتليا ماربيت وقيلة والمعشتيلة، وداو 7 من المغرب، 5 من الجزائر و5 من مصر، يعني وين لجنة الحكام تنهي هيمنة السيطرة تاع الحكام تاع التوانسة في لافريك. اليوم وين دارو دايما على لقجع، يعني لقجع هو الواجهة. كيما نهار ذاك اللي كان هذاك ذاك اللي كان رئيس لجنة التحكيم في تونس، هو اللي كان قرب تاع لافريك، كان هو كان مسيطر وكان كان مع المصاروة، كان هارد الجزائر والمغرب. المغرب والجزائر هما اللي خلصوا من لي زاربيت في لافريك. وشكون اللي كان قاضب على بالك؟ شكون اللي كانوا قاضبين؟ كانوا مصاروة مع التوانسة، كانوا هما اللي كانوا قاضبين وكانوا هاردين، ما خلاوناش نردو رسالنا. دير حسابك بالك من التسعين والواح، وحنا نخلصوا معاهم كي حنا كي المغاربة خلصنا معاهم. على شجنا احنا الخير من مصر، حنايا في كرة القدم، حنايا في الكواليس وكلش. انا ما تهضروش هذه مع التوانسة، فاني كانوا غامينا لي زاربيت، كانوا متهمين علينا مع مصاروة. التوانسة مع مصاروة كانوا متهمين علينا. ديجا هذا رئيس الاتحادية تاعهم اللي راه في الحبس تاع تونس، ما تعقلوش ولا بالتليفون يهدر مع ابو ريدا يقول له الجزائر لا جابت خمس كراسه، قالوا رانا خسرنا، قالوا لازم ما يجيبوش خمس كراسه، تسريب داروه. واو لا، انا ما سمعتش لقجع هدر هدر هدر. لقجع راه يحامي وراه يجبد وراه من دورة وراه يخدم. واو لا، كانوا طايحين على الحاج حتى تواساوي كان يقول لك العدو الاول هو راو راو لكرة القدم التونسية، كانوا يقولوا فيها هما مصاروة. انا ما سمعتش مغاربة قالوا، انا جامي سمعت انا لقجع قال لهم عادوا تاعنا ولا، والله ما سمعتها كاع قالها، والله العظيم نهضروا هذه حقيقه نهضروا فيها ماشي كذب. واو لا، الناس سمعوا شنو يهضروا. صديقه تضرب بيده تاع جاري، ويسمحوني قريت مع الاخر يده تاع جاري ويتفضي لجع رئيس الاتحاد المغربي لكره القدم. زوزا دوما ما يحبوش راجل مضيف كي طارق مجتمعي في دار التحكيم. طارق لو كان بقى تورى القضاء على الفساد بصفه نهائيه في التحكيم الافريقي، لكن للاسف ما نحبوش مضيف، ما نحبوش يكون يخدم التحكيم الافريقي بصدق او التحكيم التونسي. على غرب وديع الجاري حط يده مع السيد فوزي لجع زوزا دوما خططوا لتدمير التحكيم الافريقي وشافوا مستحوذين عليه. لازم الحل الوحيد ابعاد رجل نظيف اسمه طارق مشماوي كان يدفع من ماله الخاص للتحكيم الافريقي. خلينا نقول راهو الحكام الافارقه حاش البعض راهو يبيعوا في المزاد العالمي. خلينا واضحين اللي يدفع سامي العكريبي يدفع 500 درهم تزيد عليه دينار ينفقوا سامي ويمشيوا معايا انا. هذا هو حال التحكيم. سي صاحبي عندنا حكام ممتازين ونحن عندنا ثقه في الحكام، معنا ثقه في المسؤولين واللي تصرف باش ما نخرج حكام ساعه في ملتقى كروي كبير منتظر في الكوت ديفوار. لا هي مفاجاه كبيره ونقول نكبه للتحكيم التونسي تنضاف لنكبات اللي نعيش فيها على امتداد المواسم الاخيره. القرار باقصاء حكم الساحه التونسي صادق السامي هو قرار ليس فني فحسب، هو قرار فني ومتداخل فيه لعبه اللوبيات، وهذه حقيقه. لانه كما في نظام الكروي القائم في تونس عندنا نظام اللوبيات ونظام العصابات اللي تحدث عليه السي العربي هو اللي يسير في كرة القدم التونسية. أعضاء مكتب جامعي يتدخلوا في التعيينات في تونس ويعينوا في حكام في تونس ويكلموا حكام في تونس ويتنرفزوا على حكام في تونس ويتنرفزوا على المسؤولين اللي يعينوا في بعض المباريات اللي الفرق تاعهم تربح فيها. كيف في الأفريق؟ الأفريق لعبة لوبيات، لوبيات قوية، لوبيات مغربية، لوبيات مصرية، لوبيات موريتانية، ولوبيات زادة تاع دول أفريقيا جنوب الصحراء. هذا حقيقة اليوم، وذهب ضحيتها ضعف اللوبي التونسي اللي ماهوش موجود أصلا، ذهب ضحيتها الحقيقة في تصفية حسابات صادق السامي. النتيجة اللي وصلنا لها الحقيقة، احنا لو نعمل تقييم موضوعي، شنقولوا احنا؟ أنا اليوم شديت المسؤولية، كي نجي نخرج لازم تكون نتيجتي
طالع على النتيجه اللي نزل زي سي عواز الترابيزه الوطنيه للتحكيم اللي هو المسؤول لانه هو المدير. المدير دائما هو المسؤول هو في اعلى على اداره التحكيم. زين يلقى حكام تونس يسبقوا في كاس افريقيا ويلقى حكام تونس مساعدين ينسيوا كاس العالم. اليوم النتيجه حتى حكم تونسي ساحه علاش ديما سيح فما حكم مساعد وسيح فما حكم لكن ديما حكم الساحه هو الحاجه اللي تمثل التحكيم الحقيقي. هو صاحب القرار هو الحكم هو صاحب القرار ماهوش المساعد صاحب القرار ولا الفار صاحب القرار. في الاخير الحكم الرئيسي هو اللي قرر اللي طلبوا الماده خمسه. احنا سنزيو اليوم نزيو حتى حكم في الافريق ما عادش خالطين في الكومبيتيسيون افريكان ما عادش خالطين باش نلقاو حكام تونس. اللوبي التونسي قلت لك ما فماش احنا تونس كيما حكيكم هنا نزيد زويني ولا في يوم من الايام يتصيدوا فيه نزيد زويني ويحاربوا فيه اسم الاسامي كيف كيف التونسه اللي كانوا زادنا في مواقع القرار في الاتحاد الافريقي مع نوس التونسه وما يفوز على التونسه باسلوب وبمستوى فني اليوم في الحاضرين في تونس في تنازع لعده اعتبارات. اليوم السنه الماضيه شكون حكم البطوله التونسيه؟ ما جابوناش حكام من مصر الموسم اللي قبله ما جابوناش حكام من مصر. ما بين تونس فاني 2019 تاع الوداد مع فاني كاول عام انتوما فاني كاول عام انتوما غير فور في التكولاسه تاع لي زاربي. والله انتم والله العظيم اللي كانوا صعاب في الكولاسه والله لا توانسه كولاسه كنتوا ديروا فيها غير ربي اللي شان. انا نقول لكم ما كان لا المغرب لا والو. احنا نقول انا نبدا نقولها اللي خلص في لافريك الكولاسه ضدهم المغاربه والجزائر. المغرب والجزائر خلصنا مع تونس ومصر كانوا متهمين علينا وكانوا دايرين حاطين يديهم على لافريكا بالتالي كاع هذه هي كلام الليلة من هي وهذه تبين وهذاك والي جاري هذاك في الحبس. انت واش كنتو تنتظروا؟ ما تنتظروا والو. انا نقول لكم الهضره باطل كلش على اخرى عندنا جاو داروا جابوا الناس من التالي غادي تعسوا فينا حنايا فاني قول والله وغادي تعسوا فينا حنا ول خمسة. احنا شعل ضد خمسة الحكام اللي كاينين كاين من الكوت ديفوار كاين من نيجيريا غينيا استوائية غينيا بيساو وفي المجموعة الجزائرية كاين منتخب يعني هاد الحكام كاين سبعة حكام سبعة من مصر كاين والجزائر كاين فهم مصطفى كاين مصطفى غربال يوسف قموح لحلو بن ابراهيم عباس ابو عباس اكرم زرهوني مقران قويري في هي ان حكام المغاربه هم سمير كزاز وجلال كاين سبعه هذه هي ولا يمثل تونس اي حاكم الساحه هذه هي مالكم شعون شبيه انتم ما خدمتوش المال والكولاسه وسيدي عمر وصوالح وكلش وراك باغي كيما هكا تروحوا حاصعيب بزاف عليكم
انتم ما بغيتوا المشوي هذيا. لما تنساو عطونا جيم كومونتير وبارطاجو لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. سعيد وخاطئ.